السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير العابدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش بداية الأول تاني. لا نكسف قدوم العيد. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كأنك تراه. حلقة النهاردة مميزة جدا لأن أنا مستضيف لأن أقول إيه معلش الكلام بيلخبطني. لا نكسف قدوم العيد فحكم الله خير للعبيد كل عام كل عام. أنا الشخصية بمشاركة مشايخنا الأفاضل هيكون من خلال برنامجنا السنة دي. لا أنا خلاص بالباص من خلال تقديم برنامج عادي. لا انا مش السنه دي، السنه دي بس. انتقل لصديقي احمد. ما تتكلمش يا عمر على الفضاء. هو اللي بيتكلم على طول، يعني خليك تكلم على طول. فحكم الله خير للعبيد كل عام كل عام وانتم بخير القادم. اشهد ان احنا طلب البناء الشخصيه وبالتعاون مع خير للعبيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بخير رمضان كريم. يسعدنا ان احنا طلب البناء الشخصيه والتعاون مع شيخنا الافاضل. لا بقى ركز بقى. طب ما نكمل عادي، يعني حتى نكمل عادي يا حبيبي. وقفوا. طيب سعيدنا طلبة قسم البناء الشخصية نقدم لكم برنامج مميز جدا بمساعدة مشايخنا طوال شهر رمضان. نكسف قدوم العيد أسفل درجات في جهنم. دلوقتي احنا اتكلمنا عن سوء الخلق. بعد كل العبيد كل عام بخير القادم أجمل بكل شيء. لا نكسف قدوم العيد فحكم الله خير للعبيد.